يعطيكم العافية، معاكم عبد العزيز من فريق ديرة جيمنج. بهذا الفيديو راح اتكلم عن اخر الانونسمنت اللي اعلنوا عنها حق معرض جيمز كون في ابو ظبي. بالاضافة راح اسوي ريكاب سريع على اخر المستجدات او الشغلات اللي راح تكون موجودة بالمعرض، تابعونا. بالنسبة للألعاب، لعشاق الأنمي ولعشاق ون بيس، لعبة ون بيس وورد سيكر راح تكون موجودة بالمعرض وراح نقدر نجربها. اللعبة هذه عبارة عن أوبن وورد، عالم مفتوح حق عشاق ون بيس، وراح تكون على طريقة مغامرات وأكشن. ثاني شيء عندنا فريق كلتش جيمرز اللي هم محترفين لعبة دوتا 2، راح يكونون إن شاء الله متواجدين بالمعرض. في كذا شركة راح تنزل ألعابها راح تقدرون تجربونها بالمعرض، منها شركة نتندو أعلنت أن في مجموعة ألعاب هي موجودة أوريدي لكن راح نقدر نجربها بالمعرض، وفي عندنا أيضا مجموعة من ألعاب كلاسيكية محبي الريترو جيمز والألعاب القديمة الأولد سكول راح تكون في منصات نقدر نجرب الألعاب هذه. بالنسبة لبطولة الكوسبلاي أو اللي مسمينه كوسبلاي كات ووك، راح يكون في شيء مميز صراحة أنا وايد عجبني، اللي هو أنه راح يكون في جيمز كوسبلاي وراح يكون في أنمي كوسبلاي، وايضا شيء ثالث اللي هو عفوا راح يكون مختلط شويه. فهذه شغله حلوه انهم مقسمين الكوست بلايرز حق 3 تشامبيونز نقدر نقول، يعني شغله حلوه انه يفرقون بين الجيمرز عن الاوتاكوز. ولمحبي الثقافه اليابانيه، العادات والتقاليد اليابانيه والفنون اليابانيه، في شيء مميز راح يكون موجود بالمعرض. الستيج او المسرح راح يكون عليه شو عروض حق الفن الياباني ومجموعة يعني رقصات أو على طريقة مهرجان، راح يكون في عدة مشاهير يابانيين. راح أنقل من الجهاز اللي عندي، في عندنا إيكو تومي، هذه كاتبة مشهورة عن الأساطير اليابانية وأيضا فنانة، وعندنا ميهو رسامة يابانية انزين يعني متميزة بالخط الياباني بالثقافة اليابانية وأيضا بالفنون الموسيقية، طبعا كله التراديشنال اللي هو يكون التقليدي أو يعني القديم التراثي عفوا. وعندنا في واتشا ساموراي فويس اكتر، يعني محترف باصوات الساموراي او شغله كذي. طبعا في سته غيرهم لكن هذول انا اشوفهم يعني الهايلايتس اللي هم يمكن اعتبر يمكن افضل شيء يعني اللي شايفه انا بالمعرض. وفي عندنا مجموعه ما ادري شنو اسميها، مجموعه تحف او مجموعه هم كاتبينها هني اوثنتيك كلتشرال سبيس، انزين في مجموعة قطع يعني تحف أو تراثية راح تكون موجودة بالمعرض، أتوقع أنها راح تكون على طريقة مزاد أو شيء كذي أن الواحد يعني يقدر يقتنيها. راح يكون في سيوف ساموراي، في أنا شيء عجبني حيل اللي هو مجسم جرايندايزر شكله راح يكون وايد غالي راح يكون موجود بالمعرض، وفي مجموعة أيضا يعني تماثيل يابانية مع ما أدري هذه مجموعة أواني أو شيء كذي، الصور صراحة مو واضحة. عموما ان شاء الله بنوصل المعرض راح نصورهم ونوريكم اياهم. اخر شيء بالنسبه لمنصه ورش العمل، في شيء حلو راح يتم مناقشه مستقبل العاب الفيديو جيمز. يعني احنا مثل ما شفنا بالاونه الاخيره الشغلات الجديده اللي نزلت كانت الفي ار او الواقع الافتراضي. فالورشه هذه راح يكون فيه مصممين من الشركات العالميه، ممكن انهم راح يتكلمون عن مستقبل الالعاب، شنو ممكن نشوف شيء جديد. هل راح يناقشون الأجهزة الجديدة مثلا بلاي ستيشن 5 أو الاكس بوكس الجديدة أو نتندو إذا كان عندهم شيء جديد؟ هل راح يطرحون موضوع عن جهاز جديد أو تقنية جديدة إحنا للحين مو متخيلينها؟ راح نشوف إن شاء الله لما نوصل معرض هناك. نسوي ريكاب سريع على فعاليات المعرض، بس إذا بتعرفون تفاصيل أكثر ضغطوا على الفيديو هذا اللي فوق، في تفاصيل أكثر من فيديو سابق. من الألعاب اللي إحنا متحمسين لها بالمعرض اللي هي الألعاب اللي للحين ما نزلت، اللي هي منهم Dead or Alive 6 وعندنا Jump Force 2 ومان اوف ميدن وفي غيرهم طبعا. وبالنسبة للبطولات في عندنا بطولة League of Legends، وانا شخصيا متحمس حق بطولة Street Fighter وTekken. طبعا في العاب وايد لكن شخصيا انا متحمس حق هذولا. وعندنا الفويس اكتر اول مرة بالشرق الاوسط اللي هو شخصية مؤدي صوت شخصية جيرالد في لعبة The Witcher. وعندنا اليوتيوبرز اللي هما السندكت والميني منتر، شخصيا انا متحمس حق ميني منتر لانه هو مختص بلعبة الفيفا وانا من عشاق لعبة فيفا، فودي اقابله ويمكن اطرح عليه اسئله كذي، شخصيا انا
ودي أقولها. وعندنا بالنسبة للرسامين يعني منهم فينا ما شاف ديث نوت أو ناروتو. الرسام أو المساعد المخرج للرسم للأنيميشن ديث نوت وناروتو راح يكون أيضا موجود بالمعرض، وأنا حيل متحمس حق الشخص هذا. بالنسبة للكوسبلاير في أكثر من واحد مشهور راح يكون موجود بالمعرض، راح نشوفهم إن شاء الله، وإذا سنحت الفرصة إن شاء الله نقدر نصور معهم. راح نكون متواجدين بالمعرض ونعطيكم تغطية كاملة على الانستغرام وعلى الستوري، وننزل فيديو بشكل يومي على اليوتيوب. احنا الصراحة حابين نشوفكم، اذا شفتونا تعالوا لنا سلموا علينا، ودنا نتعرف عليكم. تغطية هذا المعرض برعاية كوادرا ستورز. لا تنسون تعطونا لايك سبسكرايب، واذا عندكم اي كومنتات او اي اقتراح ودنا نشوفه تحت. يعطيكم العافية.